السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أي سؤال؟ إن أمس كنا نتحدث عن أو نتابع الحديث عن Environment Protection. تحدثنا سابقا عن Protection of Air, Water, Land. تحدثنا أيضا عن Thermal Pollution وhow to protect against it. اليوم نتحدث عن أو نتابع الحديث عن ما يسمى بالـ noise pollution. فذكرنا أحد مصادر النويز الرئيسية في المصانع اللي هي الكمبريسرز، وذكرنا من طرق الحماية من الصوت تاع الكمبريسرز إنه تو انستول مفلر، حطه جوا غرفة وسكر عليه، من vibration isolation, all of the above، ما في مشكلة. من مصادر النويز الأخرى اللي موجودة في الصناعة أيضا الموتورات الكهرباء electric motors، كمان من طرق الحماية enclosure، حطه في غرفة وسكر عليه، في إشي بيسموه موتور ميوت، يعني كاتم للصوت شبيه بالمفلر، شبيه بالمفلر برضو قاتل للموجات الصوتية. تذكروا أنتوا يعني هاي الشغلات طرق الحماية، يعني ما بتخرج عن إطار ما هو الصوت، طبيعة الصوت إنه vibrations waves، وبالتالي أنا بدي أتخلص من الwaves هاي. فبصير يعني تطبق مبادئ الفيزياء، وكيف تستطيع تطبق مبادئ الفيزياء المتعلقة بالwaves وتكسير الwaves على موضوع النويز. طيب الفالفز كمان بتطلع صوت، الفالفز بتطلع صوت يس نو no. واضح انه يس لانه مكتوب هون، بس في حدا عنده مثال على فالف بيطلع صوت؟ عمرك شفت او سمعت فالف له صوت؟ طبعا الفالف كفالف ما له صوت، بس اثناء مرور الفلويد من خلال الفالف بصير له صوت. دكتور شو اسمه اللي اخذناه باللاب الفلويد هاي؟ نسيت والله شو اسمه. وصفها الكافيتيشن. ايوه بس الكافيتيشن صحيح، اذا صار في كافيتيشن جوا الفالف بيعمل نويز. صحيح، يعني من علامات انه في كافيتيشن جوا الفالف سماعك للصوت زي الصوت اللي سمعتوه في مختبر الجود اكزامبل. بس هناك صار في كافيتيشن، يعني سبب النويز الكافيتيشن. والاصل انه ما تشغل الفالف اندر كافيتيشنال كونديشنز لانه بيخرب الفالف. يعني اذا صار في كافيتيشن في الفالف، يعني مشكلتنا بتكون مش النويز بقدر ما انه الفالف عم بيخرب، فبصير يعني المشكلة اعوص من النويز. يعني ماشي كاكزامبل كنويز ماشي الحال، بس انا بتحدث بدي اكزامبل لشيء ستدي. اكزامبل اخر، يعني مين فيكم بيعرف يظفر؟ انا دكتور بصفر. لما بتصفر شو بتسوي؟ دكتور بعرف صفر فيديو، بحط ايدي فنتين وبضغط تحت لسان وبسكر وبصفر.
مش بتصفر، بتنفخ. ايوه هو. وبالتالي في فلو مظبوط. والفم الحركات اللي عملتها فيه عبارة عن you were كنت عم يعني عم بتسوي valve بكروس سكشن الاريا محدد، بحيث انه لما تنفخ بفلوسيتي محددة اوكي يطلع الصوت. يعني لو انه النفخ كان خفيف مش قوي ما بيطلع الصوت. بيطلع صوت خفيف كمان. لا ما هو ممكن يوصل لدرجة انه ما يطلع الصوت. والصوت بشد لما النفخ يزيد معك، قوة النفخ تزيد معك. مظبوط. أعطيكم مثال آخر. اللي عم بصير عندك في هاي الحالة إنه الفم is acting like a valve، وفي هواء الفلويد بالنسبة لنا هون، الهواء ماشي من خلال الفالف بسرعة معينة، أعلى من سرعة معينة، مش بسرعة، أعلى من سرعة معينة، وبالتالي صار دخل في ال الرينج بتاع الفيلوسيتي اللي بيصير يطلع نويز اللي هو الصوت. مثال آخر برضو بتعرفوه بس ناسينه، طنجرة الضغط بتعرفوها؟ دكتورة أوكي. إلها نويز ولا ملهاش نويز؟ دكتور إلها ضغط. متى بتسمع النويز لإلها؟ لما يصير الضغط جوا عالي كثير. لما يصير مش الضغط عالي، لما يصير المي جوا بتغلي وبتطلع ستيم، وبيبدأ هذا الستيم يخرج من اللي بنسميها الصفيرة. مظبوط. اذا هذه الصفيرة زي كأنها فالف عم بتنفس الستيم، فالستيم عم بمر من خلال الفالف بسرعة معينة بتصير تطلع صوت الصفير هذا. اذا كمان هو يعتبر مش بس يعتبر كمان انذار، يعني انه تعال وقف او طفي النار او ايش زي، لا يعني هدي او كذا، انه خلص وصلنا لدرجه ابدا احسب الوقت من الان. اوكي يعني هو متعمد انه تصفر، مش انها يعني انها بالغلط بتصفر، لا هم عاملينها خصوصي الكروس سكشن الاريا اللي عم بمر منها الستيم على سرعته اللي متوقع ان يخرج منها من اثناء الغليان، انه يدخل في الرينج ده اللي بيعمل صوت. المهم فهذا الحكي موجود زيه في الصناعه، بيكون في فال عم بمر من جواته فلويد، عاده بيكون some type of a gas، كل فلما تزيد سرعته عن حد معين بصير الفال بيطلع صوت. ما في ليك لبرا، من جوا الفالف هو الفلويد ماشي جوا الفالف من اليمين لليسار مثلا، الصوت بصير يطلع بسبب الفايبريشنز اللي عم تحصل نتيجة مرور الغاز ثرو ذا فالف بسرعة عالية. طيب العلاجات اوكي بقول لك افويد سونيك فيلوسيتيز، تطلعش بالسرعة بتاعت الغاز من خلال الفالف، ما تخليها توصل لسرعات عالية. لما نتحدث عن ما يسمى سونيك فيلوسيتيز، يعني السرعة بتكون عم تقترب من سرعة الصوت، يعني سرعة الغاز الفيلوسيتي اللي هي تساوي الفوليومتريك فلو ريت تقسيم الكروس سكشنال اريا. فإذا كان في عندك كروس سكشنال اريا صغيرة جوا الفالف في منطقة معينة، اقسم الفوليومتريك فلو ريت على الكروس سكشن، اصغر كروس سكشن اريا جوا الفالف، تعطيك هاي اعلى فيلوسيتي. فاذا صرت عم تقترب من سرعه الصوت بيبدا الفالف يطلع صوت. بامكانك ايضا تحط فايبريشن ايزوليشن، لانه برضو احد اسباب الصوت اللي هي الفايبريشنز الهزهزه اللي بتصير. حط دلتا بي منخفضه حول الفالف، يعني لا تخلي الفالف يخسر ضغط كثير، لأنه خسارة الضغط بتولد برضو صوت. هذه من الأمثلة على how to solve أو possible تعمل control على النويز من الفالف. الـ air coolers، شو هي الـ air coolers باللغة العامية؟
او زي ايش؟ مراوح دكتور، زي الغاز اللي بيحطوه بالكمبرسات وزي هيك، يعني بعدد انت شويه اير كولر، مروحه. امس لما فرجيناكم الكولينج تاورز قلناكم في مروحه فوق عشان تحرك الهواء. ومن هون بيجي ليش الكولينج تاورز دائما صوتها مزعج، صوتها عالي. واحد من الاسباب الرئيسيه اللي هي المراوح اللي شغاله. في صوت للمراوح؟ اكيد دكتور، اكيد اكيد. اصلا المروحه تعتبر كومبريسور ضعيف، بس اخذتوها في ماده الكوبن ديزاين لما كنا نتحدث عن الكمبريسورز. قلنا ابسط انواع الكمبريسورز اللي هي اكسيال فلو كومبريسورز، اللي هي الاير كو، اللي هي المروحه. هاي الايام احنا حاره الدنيا، واللي ما عنده مكيف على عنده مروحه، فبتشغل المروحه، فالمروحه دائما صوتها مزعج، ما بتحس بالازعاج تاعه. زي الثلاجه بتحسش بالازعاج تاعها الا لما تطفيها، بتطفيها بتحس كان انا وين عايش انا. اوكي، في ستريس بصير على الدنيا. طيب هاو دو وي كنترول او نخفف النويز بتاعت المراوح؟ هلا بتنزل على السوق بدك تشتري مروحة، أنواع وأشكال، بتلاقي في مراوح بس يشغلها لها صوت عالي، الثاني لها صوت أخف. شو اللي بيخلي الصوت يكون أعلى أو أخف بالنسبة لها المراوح؟ شكل المروحة، الديزاين لإلها نفسها. أنت بتقصد شكل الشفرات. شكل الشفرات تاعت المروحة. فإذا كانت انسيابية، يعني من الانجليزي مسميه aerodynamically designed، بيصير اصطدام الهواء بالشفرات انسيابي، فبيخفف الصوت. فبالتالي بيصير انه تستخدم what we call aerodynamic fan blades. وبرضه ممكن تعمل decrease على الدلتا بي، تخليش دلتا بي عالي، يعني لا تشغلش، لا تشغلهاش على سرعه عاليه. السرعه العاليه تعمل دلتا بي عالي. طب بس انا بدي اشغل عالي، ساعات بتلعب بالشفرات. والكيس وبعض الأشياء المحيطة بالمروحة. من المصادر تاعت النويز الأخرى الهيترز والفيرنسز. الفيرنس، خلينا بالفيرنس، في هيتر فيرنس نفس الشيء، بس الفيرنس أوضح المثال. الفيرنس له صوت. أول شيء شو هو الفيرنس؟ الفرن عندي، صح؟ غرفة الاحتراق. بيجي واحد يقول طب احنا عندنا في الدار لما بنشغل الفرن ما بنسمع له صوت. صحيح، لان هذا فيرنس صغير، هذا فيرنس صغير. روح على مثلا الافران البلديه اللي بيبيعوا الخبز، الخبز المشروح، الخبز البلدي، بيكون الفرن امامك في صوت للنار. دكتور فيه، بس هو فرن على الديزل بيكون. بس ما احنا عم نحكي فرنس، لازم يكون في مصدر للوقود، ديزل، غاز. مش ديزل، بيكونوا بيشتغلوا عادة يا على الكاز الافران القديمة، والاحدث بيشتغلوا على الغاز. الغاز اذا فيبر، اذا غاز فيز، والكيروسين الكاز اذا ليكويد. ممكن يكون على الديزل كمان، مش يعني مش ممكن، بس انا اللي بعرفهم بيشتغلوا كاز، ما بيشتغلوا على الديزل. انت بتعرف هذا بيشتغل على الديزل؟ لا دكتور، بس بشوفهم بروح على الكازيه بدي برجعوا معهم قلن ماسكين الفيديو. لا الكاز في على الكاز بيشتغل، الديزل في اشكاليه في حرقه. بعدين الديزل كثير من الاحيان حرقه بيكون غير كامل. شو بيسوي هذا بالخبز؟ مش راح يستوي، بيطلع زي العجين. بيطلع، لا بيستوي، بيستوي بيستوي مزبوط كمان. بس شو بصير؟ لأنه احتراقه غير كامل، جزء من الديزل الغير محترق احتراق كامل بصير جزء من العجينة، من الخبزة، فبيطلع الخبز فيه طعم مش مزبوط. فهذا بنقول ممكن يحصل، مش إنه لازم يحصل، بقول لك ممكن. بينما لما بتحرق كيروسين، الكيروسين احتراقه عادة كامل فيه وش إشكال. نعم تفضل.
دكتور بيستخدموه بس في التدفئة الديزل. بس بالفوارغ بيستخدموه. صحيح، بالتدفئة المركزية تاعت البيوت غرفة الاحتراق بتكون مفصولة عن البيت وبيستخدموا الديزل صحيح، ودائما في مدخنة وبصير في هيت ترانسفير بين الهوت غاز الكومبشن غازز اللي نتجت من الاحتراق وبين المي، بيكون الماء بمر في قنوات في انابيب حول غرفة الاحتراق، مش حولها يعني، حول الاكزوست لاين اللي طالع من غرفة الاحتراق، فبتسخن المي وانت بتاخذ المي السخن. الان الماء جوا الانبوب والغاز العادم اللي برا الانبوب ما بصير في بينهم ماس ترانسفير، بصير في هيت ترانسفير لانه مفصول عنه، ما بتختلط الغاز العادم مع المي اصلا، اذا اختلط معها يعني كب البويلر بصير، بده مش يعني بده تغيير ايتمز من الداخل. ف ما بدخل عنا الغاز العادم، ما بدخل على الدار ولا حتى في انابيب، بضل رايح على التشيمني، وقبل ما يروح على التشيمني في مكان قريب جدا من البويلر بصير الهيت ترانسفير بين الهوت غاز والماء وبيعمل لنا هوت ووتر. طيب فالفيرنسز والهيترات سواء تاع البيت او تاع الفرن او فرن الخبز او الافران اللي بنعمل منها ستيم او هوت ووتر في الصناعه بتحتوي على مراوح، اوكي بتحتوي على مراوح، فينطبق على المراوح ما ينطبق على الاير كولرز. بامكانك تحط وتيكول للمفلر اللي هو بكسر الصوت، وين المفلر بنحط على الاكزوست لاين الغازات العادم اللي طالعه، لانه الصوت طالع منها في فيلوسيتي، الدكت بتكون في كثير من الاحيان فيها شويه عوائق، وبالتالي بصير الغاز بتضرب بهاي العوائق بصير تطلع نويز. يعني الشاهد هون انه you can install what we call a muffler. We talked about mufflers yesterday. ننتقل الان الى موضوع جديد. هيك نكون انهينا الفايف pollutants للانفايرمنت او الفايف problems polluting problems للانفايرمنت، ووسائل او طرق ممكن نخفف او نعالج هذه المصادر للpollutants في الصناعة. فيعني to summarize، لما احنا بنعمل ديزاين لمصنع يجب ان نفكر في how، طبعا بالبداية بدك تعمل اول شيء تأكد ان المصنع ينتج ما يريد ان ينتجه، رقم واحد. اثنين، بدك تنتج ما تريد ان تنتجه safely، والسيفتي ذكرنا انها علاقة في العمال والموظفين تعاون المصنع، زائد المعدات تكون سيف. وبرضه بدك تأخذ بعين الاعتبار في الديزاين تاعك إنه you are not polluting the environment من الخمس أنواع الموجودة أو اللي حتحدثنا عنها، يعني you are not polluting the air, water, land، ما بتعمل noise pollution وما بتعمل thermal pollution، أو بتعمل ضمن المسموح به حسب القوانين والأنظمة المعمول بها. نيجي لللاي اوت. ما هو المقصود بالبلانت لاي اوت؟ انا عندي مخطط للبروسيس. قبل ما اتحدث عن مخطط للبروسيس، لما نتحدث عن البلانت على ماذا يحتوي البلانت؟ لاي اوت يعني التوزيع، كيف انا بدي اوزع الفاسيليتيز والمعدات تاعت المصنع على ارض الواقع، التوزيع يعني على أرض الواقع. فبكون أنا عندي شقفة أرض صغيرة أو كبيرة، ممكن يكون هنجر، مستودع كبير مغطى، كيف بدي أوزع المعدات وكيف بدي أوزع الفاسيليتيز تاعت المصنع تاعي على جوا الهنجر أو في الأرض المفتوحة إذا كنا في أرض مفتوحة وتفر. فهذا هو المقصود بplant layout. ومن هون نرجع للسؤال اللي سألت قبل شوية صغيرة، سألت شو هي المصنع عبارة عن إيش؟ شو يعني شو الأشياء؟ المصنع بشكل أساسي عبارة عن إكوبمنت، عبارة عن عمال تقريبا. طيب هلا العمال ما لهمش علاقة باللعب، ما بقول كيف توزع العمال، العمال مش جمادات، هذول بني آدمين.
بس المعدات اكيد ما في مصنع من غير معدات، فبالتالي بصير السؤال كيف اوزع المعدات على ارض الواقع الان. هل المصنع فقط معدات؟ انسى الموظفين، اكيد عندي عمال، بس العمال هذول متحرك يعني ما فيش اسمه ثابت. ممكن تحط حجره الحارس، ساعتها حجره الحارس مش الحارس، الحجره تحت الحارس بتكون جزء من اللي اوت. فهمنا شو الفرق بين الحارس وبين حجره الحارس؟ احنا نتحدث الان عن باللي اوت بصير حجره الحارس جزء من اللي اوت، بس طبعا هذا جزء فرعي مش رئيسي يعني. بس عشان نوضح الفرق بين عامل وبين فاسيليتيز ومعدات. طيب فقلنا المعدات هي جزء من جزء رئيسي في المصنع، بس هل المصنع فقط عباره عن مجموعه معدات؟ مباني، في عندنا مباني، والمباني انواع، يعني من المباني غرفة الحارس، وهي مبنى فرعي جدا يعني عبارة عن غرفة. شو المباني أخرى مش فرعية رئيسية؟ ممكن دكتور زي هذيك المرة زي المحاضرة راحت يكون عندي مبنى كامل للكولينج تاور مثلا، بس ساعتها بيكون هذا الكولينج تاور أو مبنى للإدارة، يعني بصير هذا مش بصير مش إنه مبنى، هذا بصير هو كله هذا اسمه كولينج تاور. فدخلنا في المعدات. الكولينج تاور يعتبر معدات. ايش عم تحكي يا سلامي؟ بكون ممكن يكون مبنى للإدارة المصنع نفسه. نعم، في المبنى الإداري أو المباني الإدارية، ما في مصنع من غير مبنى إداري. مدير المصنع، ما بنحكي عن مدير الشركة، مدير المصنع، في فرق بين مدير الشركة، افرض المصنع عبارة عن شركة، شركة مصفات البترول الأردنية. هيك الاسم الرسمي على فكرة، شركة مصفات البترول الأردنية. طيب وين المبنى الإداري تاع الإدارة؟ أول شيء المصفاة وين موجودة؟ طور بالزرقاء، بالزرقاء منطقة باسمها الهاشمية. طيب الهاشمية هذا غنى في الزرقاء. طيب هذا المصفاة كمصفاة. طيب إدارة شركة مصفات البترول الأردنية وين موجودة؟ عم تعرفوهاش هاي؟ هاي لازم تعرفها، لأنه بكرة إذا بدك تقدم على شغل عندهم ما بتروح على المصفاة، خلوكاش تفوت على المصفاة. دكتور المبنى بعمان صح؟ في عمان عند الدوار الأول أو على الأقل كانوا هناك، بعرفش إذا انتقلوا ولا لا. لا دكتور لسه المركز الرئيسي بعمان. بعدهم عند الدوار الأول؟ مش عارف وين، بس بعمان هذا البعض. بس بعمان صحيح. فلما بدك تروح تقدم على شغل للمصفاة ما بتروح على موقع المصنع، بتروح على موقع المبنى الإداري. لأن قد يكون المبنى الإداري جوا سور المصنع، جوا الشيك تاع المصنع، وقد يكون في مكان آخر. مثلا مصفاة البترول الأردنية المبنى الإداري مش موجود جوا شيك المصنع، موجود في منطقة ثانية مختلفة. بس هل هذا معناه أنه ما في عندنا مبنى إداري جوا الشيك تاع المصفاة؟ لا دكتور، إلا في موجود يدير وضع العلبة. في عندنا مبنى إداري لإدارة المصنع كمصنع، في إشي اسمه مدير المصنع مش مدير الشركة. هلا مدير المصنع بده يقعد عند المصنع، مش بده يروح يقعد يمد جيب عمان، بده يكون جنب المعدات وجنب العمال وجنب الموظفين. هاي شغلته مدير للمصنع. مدير الشركة هذاك اللي ببيع وبيشتري وبيعمل عقود وبيجتمع مع الناس وكذا إلى آخره، هذاك مش ضروري يكون جوا الشيك تاع المصنع. هلا ممكن يكون جوا الشيك، ممكن يكون لا مش داخل الشيك، بس كمثال. فالشركات الكبيرة بعض الأحيان بكون المبنى الإداري للشركة ليس داخل سور المصنع، وإنما في منطقة قريبة من المدينة لحركة الناس. تذكروا إحنا المصانع ما بنعملها جوا المدن، إحنا بنعملها خارج المدن. يعني لاحظوا عندنا في إربد على سبيل المثال المصانع الكبيرة وين موجودة؟ مش جوا المدينة، موجودة برا، مثلا في مدينة الحسن الصناعية، وفي غيرها خارج مدينة الحسن، بس لأنه معكوش سيارات تلفوا. بس إذا بتروحوا بتلفوا، مين بروح على المفرق من جهة الجامعة؟
ولو مشوار. يوم ما إذا رحت مشوار بس تقترب من المفرق يمين وشمال بتلاقي هيك بعيد لها الصحراء بتلاقي بعض المصانع موجودة. اللي بيروح لعمان جنوب عمان بعد المطار مثلا بصير تلاحظ أنه في مصانع مش على الشارع الرئيسي على الأوتوستراد، لا هيك بعيد 3-4 كيلو لجوه بتلاقي مبين في مصانع قائمة. اللي بيجي من السفر بالطائرة بقعد جنب الشباك وحشري بصير يتفرج لبرا، الطيارة هي بتهبط بتمر من جنب كذا مصنع، فواضح إنه المصانع موجودة بعيد عن الكثافة السكانية. يعني ما بنحب نتواجد بالقرب من الكثافات السكانية بتصير مشاكل، زائد الأرض بتكون أرخص ومش ضروري يكون جنب السكان 100%. وإن كان زمان لما حكينا plant location قلنا بدنا نكون قريبين من الكوميونيتي، بس القرب من الكوميونيتي لا يعني أنك تكون في نص الكوميونيتي وإنما قريب منه بس عشان المواصلات منه وإلى المصنع تكون متيسرة. طيب إذن باللايأوت أنا بدي أعمل لايأوت للمعدات، بدي أعمل لايأوت للفاسيليتيز تاعت المصنع. زي إيش فاسيليتيز؟ قلنا المبنى الإداري، وعشان ما تزعلوش مبنى الحارس، غرفة الحارس أو الحرس غيره. خلينا في أشياء يعني مور يعني دكتور المستودعات مثلا. المستودعات أو ما يسمى الستورج فاسيليتيز. الستورج فاسيليتي ليست جزء من البروسيسنج اريا، يعني أنا عندي بروسيسنج اريا في انبوت في اوتبوت، بس الانبوت من وين جاي؟ بقول جاي من المستودع مثلا، بس المستودع غير البروسيسنج اريا. نفس الشيء البرودكت، أنا طلعت برودكت بدي أخزنه، منطقة تخزين البرودكت is not part of the production of is not part of the production area اللي هو أو processing area. بس بده يكون في عندك منطقة عفواً بدك في عندنا storage facilities، أنت سميتها مستودعات، بدنا نعمم الكلمة أكثر نقول storage facilities للinput والoutput. شو كمان؟ طيب هلا متعرف على شو كمان شوي. طيب اللي يجي على layout شوية معلومات عامة. It's more of an art than a science. يعني هاي جملة الناس اللي بيحبوا يحكوا. Why include in the preliminary plan design؟ تحدث عن the preliminary plan design. ليش نحطه؟ Because أو so that transporting equipment and buildings may be sized. واحد اثنين to make certain no needed equipment is omitted. لما أنا بحط اللاي أوت بصير هشايف المعدات تأتي مبينة على أرض الواقع كيف موزعة. فمثلا إذا كنت ناسي الستورج فاسيليتي، إيه وين راحت الستورج فاسيليتي؟ كان ناسي أحطه. لأن الستورج فاسيليتي فيها مثلا تانك، التانك جزء is التانك is an equipment. Okay. To make also certain that the plant is large, the plant site is large enough. إنه الأرض تاعتنا مساحتها كافية لوضع الفاسيليتيز والمعدات عليها. فإذا ما وزعت المعدات على حبر أو ورق على رسمة مطابقة للأرض اللي حاطين عينها إنه تكون أرض المصنع، وزع حط مسافات إيه ولا إحنا ضاربين بالشارع، معناها هي الأرض صغيرة. كبرها أو شوف لك مكان آخر. نتحدث الآن عن the placing of equipment. هلأ المعدات لما بدي أجي أوزعها في قبل ما ندخل في التوزيع عندنا قواعد عامة للتوزيع. هاي الآن القواعد العامة لما بدي أوزع المعدات بلجأ للقواعد العامة بتساعدني في التوزيع. مثلا من القواعد العامة I want to place equipment بحيث إذا صار عندي حادث داخل المصنع. حادث زي إيش؟ explosion أو fire. وهاي حوادث صناعية بتصير، ما فينا نمنعها 100%، فينا نعمل minimization لها. فيني أعمل minimization للدامج إذا صار عندي حريق، اللي هي النقطة هاي. قال minimize damage to persons and or property, minimize the damage للبني آدمين والproperty in case of a fire or explosion.
هلا لاحظوا قبل شهر الحرائق كانت كثيرة عندنا في إربد وخارج إربد، بس خلينا نتحدث في إربد. ليش كانت الحرائق كثيرة قبل شهر شهر ونص؟ دكتور عندك أولش العشب بيكون يابس مثلاً، وأي حرارة أي شيء كذا بيولع أكيد. العشب اليابس العشب كان لسه القمح والشعير لسه لم يحصد وأصفر ناشف ما لسه مثلاً ما انحصد، فأي إجنيشن سورس أي ولعة سيجارة لعب ولاد مثلاً بتلاقي بتهبها النار. الآن متى بكون الأذى كبير؟ إذا كانت المنطقة كبيرة. طيب ماشي، هاي أرض، هاي أرض مزروعة شعير، هاي كلها هذا شعير. إذا إجا واحد حط مثلاً هيك ولاد ولعوا كبريتي ولعوا المنطقة هاي، راح كل الأرض راح تنحرق دكتور، إنه راح يمد. طيب وإذا الريح ماشي هيك؟ رح يقل الدمج اللي حين حرقها، اللي حين حرق الزون هذا بس الزاوية هاي بس. مرة واحد فلاح سواها قدامي القمح معبي الدنيا، اجى على طرف الارض طبعا هو عارف اتجاه الريح وراح كبل له كبريتي ولع ابو متر وطفط. طبعا هو بيلعب قمار لانه الريح ممكن تغير اتجاه، لو الريح غيرت اتجاه بدل هيك صارت هيك كان الارض هاي كلها اكلت هوا. احنا ما بنتحكم بالريح بس في اشي بنتوقعه من حيث اتجاه الريح. فاذا اللي بيجي بدي يوزع الفاسيليتيز بدي يوزعها اول شيء يخطر في باله، طيب اذا صار عندي حريق او انفجار how can I minimize damage، يؤخذ بعين الاعتبار. هلا كيف ننفذ هاي، كيف ننفذ المينيمايزيشن اللي هو حنتحدث عنه بعد شوي. You want to minimize كمان المينتيننس كوست. هلا في توزيعه، هلا ما في مصنع بيصيرش فيه مينتيننس، هلا في مصانع المينتيننس اذا انت موزع الفاسيليتيز والايكوبمنت بشكل جيد بيكون المينتيننس بسيط. كم مره انا لاحظوا لما بالسياره بتخرب شيء في الماتور فيها بقعد الميكانيكي مرات ساعتين يفكفك شغلات، بالاخير بطول قطعه ببدلها بدقيقه، بعدين بقعد كمان مره نص ساعه ولا ساعه عشان يجمعها مره ثانيه. يعني الشيء اللي خربان غياره او تصليحه مش ماخذ منه دقيقه، اللي اخذ الوقت عنده انه يوصل لها. نفس الشيء في الصناعه، طبعا هم بالسياره مضطرين يعملوا هيك. ليش مضطرين يعملوا هيك؟ عشان حجم السياره. نعم، عشان الحجم اللي بدي اللوكيشن اللي بتحط فيه الماتور وتوابعه عنده اريا معينه، فوليوم معين، كل شيء هاز تو فيت ان ذير، فبالتالي بيكبس كل شيء على بعضه. هلا في الصناعه احنا عندنا وسع، ما حدش ضربك عيدك وتحشر حالك في ارض صغيره، وسع، زيد المسافات بين المعدات بحيث انه لما يلزمك صيانه، مثلا افرض انه بيلزمنا بالصيانه كرين، بيجي واحد بيقول طب اذا لزمني بالصيانه الكرين معناها برضه لزمني في البدايات. بس في البدايات لما اجى الكرين ما كان في شيء حواليه، ما كانش المصنع كامل، ببلش تركب بعدها خلصنا. يجي تعمل صيانه واذا في بيس اوف ايكوبمنت جاي في نص المصنع صار في حواليها شغلات ثانيه، بطل في مجال للكرين يفوت، فصار في عندنا مشكلة عشان نفوت، بصير بدي كرين أكبر، إله ذراع أكبر أطول عشان أوصل لها. لما بيكبر الكرين اللي هو زي الونش يعني، لما بيكبر حجمه أجرته بتزيد كمان، غير لما بتجيب ونش صغير. Minimize maintenance cost. Minimize number of people required to operate the plant. مثال بسيط جداً.
لما انا بحط بوابه واحده للمصنع كم حارس بيلزمني؟ حارس واحد بس، يعني على الاقل حارس. هلا ممكن تحط اكثر من حارس على الباب، بس مينيمم بدك تحط حارس واحد. طيب واذا عندك اربع بوابات؟ بدك اربع حراس، بدك برضه الحد الادنى اربع حراس. اذا انا الان تحدثت عن الحارس، ما تحدثت عن اوبريشن شبيه، بس عشان نفهم كيف انه انا لاني حطيت بوابه واحده قللت عدد الحراس الخارجيين لعباب المصنع. الان نفس الشيء في الاوبريشن، لما بكون عندي مثلا مجموعه هيت اكسشينجرز، الهيت اكسشينجرز بدها ناس تراقب. المراقبه ليست فقط بالكنترول روم، انت بتراقب من الكنترول روم، بس كل فتره زمنيه يعني كل ساعه او ساعتين او ثلاث حسب سياسه المصنع بده يطلع واحد وياخذ قراءات ميدانيه من نفس المعدات ميدانيا. الان اذا كان هذول هيت اكسشينجرز، واحد متخصص بالهيت اكسشينجرز بده يروح يتفقد الهيت اكسشينجرز، يعني بس يعمل انسبكشن بالفيجوال انسبكشن بالعين. هذا اذا الهيت اكسشينجرز مرميه يمين وشمال في المصنع، غير لما تكون الهيت اكسشينجرز موجوده في اريا واحده. لما تكون في اريا واحده، واحد بروح باخذ القراءات وبطلع عليهم وبرجع على الكنترول روم، ما في مشكله بعبي التقرير. واذا الهيت اكسشينجرز مرميه في جميع انحاء المصنع، اذا بده يطلع يعمل الجوله بجوز بده اربع خمس ساعات يرجع. معنى هذا انه ما فيني اطلع بس واحد، لازم اطلع ثلاثه او اربعه عشان يلحقوا يعطوني التقرير within الاور اللي لازم الداتا كلها تتجمع فيها. فاذا اذا انا كانت الهيت اكسشينجرز لسبب ما موزعه، بصير بدي عدد اوبريتورز اكبر من لو كانوا مجمعين في منطقه واحده جوا المصنع. هذا مثال اخر على minimizing number of people required to operate the plant. Minimize other operating costs such as the utilities. The utilities زي مثلا المي، المي is a utility. إذا كانت على سبيل خط الهواء المضغوط، هذا برضو تعتبر utilities. Steam يعتبر utility. هلا بإمكانك أنت على سبيل المثال تحط محطة الماء تاعت الويست وودر مثلا، او تاعت ضخ الماء للمصنع لاغراض مختلفه للكولينج وغيره، تحطه في موقع بحيث انه يكون طول الخطوط اللي بدك توزع عليها قصير، يعني اللينث اوف بايبس يكون قصير، وفي موقع اخر يكون اللينث اوف بايبس طويل كثير ومتشعب. هلا البامبينج باور ريكوايرد تو اوبريت هذه البومبس اللي بدها تضخ على خطوط متشعبة كثير مقارنة على خطوط ليست متشعبة كثيرا، مين بصرف طاقة أكثر؟ الخطوط المتشعبة أكثر. لا، الخطوط المتشعبة، فبالتالي اللي عمل الديزاين وراه عمل خطوط كثيرة ومتشعبة زاد على نفسه تكلفة الكهرباء لتشغيل المضخ أو المضخات. كان ممكن يعمل ديزاين آخر يوزع فيه المعدات، يوزع فيه المعدات بحيث أنه أطوال الخطوط تكون مينيموم، وبالتالي بصير عنده الباور ريكويرمنت تو أوبريت البومبس بتنزل، فاترة الكهرباء بتنزل عليه، يأخذ ذلك بعين الاعتبار لما بوزع الفاسيليتيز. مينيمايز كونستراكشن كوستس. هلا أنا بعمل لاي أوت الكونستراكشن مرة واحدة بسويه في الأول، هذاك المينتنس مستمر. الابر والكونستراكشن فيك تعمل لاي اوت بحيث انه الكونستراكشن في البدايه كمان يكون عندك مينيموم. مثلا في موضوع الكرينات الونشات، اذا كان مثلا حطيت بيس اوف اكوبمنت بدها ونش، بدها كرين في الكونستراكشن، اذا كان هاي البيس اوف اكوبمنت حاططها في نص ارض